السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة في هذا النهار يا ربي. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الوصفة للبشرة، البشرة اللي كتكون ضرباتها الشمس بزاف، اللي تتكون تحرقات بالشمس بحالنا حنايا. نجينا للمغرب وحنا كندورو الشموشات وداكشي، واخا ملي مرضنا بقينا في الدار، ولكن ملي بقيت في الدار ما بقيت كندير حتى شي حاجة، لا كريمات دياولي لا حتى شي حاجة، والبشرة تتغير ليها اللون ديالها خصوصا مع الحراره. واخا ما تكونيش تخرجي الشمس، هذيك الشموشات ديال المغرب، واخا ما تكونيش تخرجي من الدار، ضروري تغير لك اللون ديال البشره، غير داك الشوم ولا داك الشعاع ولا الصهد ولا شي حاجه كتغير لك البشره ديالك. انا راه ما دايره حتى شي حاجه، دابا غاسله وجهي مزيان، ماشي غير شويه هكا غطيبو كاين حدايا هانتوما باش نوري لكم، راه ما دايره حتى شي حاجه. شوفوا معايا، ما دايره حتى شي حاجه لوجهي، غسله مزيان بالصابون، نقيتو، ضروري تنقيو البشره ديالكم مزيان، ماشي غير شويه حتى ما تبقى فيها حتى شي حاجه. ملي تنقيو البشره ديالكم غادي ديروا ثلاثه ديال المكونات تقريبا موجودين في كل دار، كل دار تقريبا اربعه ماشي ثلاثه اربعه، ومن هادو كلهم تقدروا ديروا واحد من هاد المكونات كلهم. غادي نوريهم لكم دابا وغادي تشوفوهم وداوموهم كل صباح على حسابي، ديروهم كل صباح تيحيدوا لكم كاع داك الكحوله ديال الشمس ديال البحر اللي مشات تبحرات وجات مثلا بغات تحيد داك الكحوله دغيا، ما عجبهاش في وجهها، بغات تنقي البشره ديالها، ولا شي عروسه الله يسهل على الجميع قابله على الزواج ولا شي حاجه وبغات البشره ديالها تنقى دغيا، ديرها الصباح وديرها في العشيه هذه، واللي عاديه بغات وجهها يتنقى ديرها يوميا كل صباح. يعني راه داومتها هاد السيمانه راه وافقتني مزيان ماشي غير شويه، وقلت علاش لي ما شاكاش معكم. المهم نتوما كتشوفوا في اللون ديال البشره ديالي، غتعرفوا نتوما باللي راه تلاحظوا على الفيديوهات اللي قدامين فاش يلا جيت من المغرب هذيك يومين ثلاث ايام غيبان لكم الفرق ديالها، ولكن دابا الحمد لله تغير اللون وبغيت نشاركها معكم. يلا خليكم معايا غادي نوري لكم دابا كلشي المكونات بساطين بزاف، ما متعقدين ما حتى شي حاجه. غنوري لكم المكونات هنايا، ها نتوما بالنسبه للمكونات، معلقه هاد الصغيوره هادو ديال حليب غبره، معلقه نفسها ديال سميتو النشا او المايزينا ديال الذره، ومعلقه ديال الشوفان، ها هو معلقه صغيره حتى هي عامره مزيان ديال الشوفان، ها هي كيف ما تشوفوا هنايا. وغادي نحتاج الماء ورد، هذا ماء ورد مقطره ديال الدار مصايبه انايا، غادي نخلي لكم اللينك ديالو اللي بغات تصايبو، دابا راه الوقت ديال الورد وداك الشيء صافي. وكنشد واحد الطبسيل او واحد الصحن وغنوضع فيه هذا سميتو شوفان هو الاول هكا، وغندير ليه واحد جوج معالق ديال ماء الزهر، اللي ما عندهاش ماء زهر دير حتى الحليب، شتو الحليب ممكن ديروه فيه الحليب هكا تبارد حتى هو زوين، ها هو تيبان ليا غادي يشرب، غنخليه واحد جوج دقائق ولا ثلاثه نزيدو واحد شويه هيك، حدي هذا انتيغرالي مول فدرت ندير داك الاخر تقاد عليا وانا نشري هذا اليوم، اما داك الاخر دغيا يدير دغيا يرطاب، هذا انتيغرالي ممكن ديروا اللي بغيتو نتوما، راه دائما سميتو شوفان. وهنايا صافي كنخلطو، انا كندير لا معلقه لا شيته لا حتى شي حاجه، كندير كلشي غير بايديا، كنبقى نخلط هكا وتنمشي نوجد الفطور، تنخليه يرطاب واحد خمسة دقائق ولا ستة، انتم شوفوا معايا شتو الشوفان كي تيولي، الا بغيتو طحنوه وتخليوه موجود عندكم ممكن طحنوه، انا تنبغيه هكا بهادي باش تيجي يدير ليا بحال الشكل ديال القماش وفي نفس الوقت تينقي البشره. المهم انا غادي نخليه هنايا واحد شويه ونتلاقى معكم واحد خمسة دقائق ما نفوتهاش. هنا صافي من بعد ما تنعرف هذاك الشوفان ها نتوما تيرطاب صافي، في هذه الحاله تنضيف ليه هاد المعلقه ديال حليب غبره، وتنضيف ليه معلقه ديال النشا هكا، صافي. وغادي نضيف ليه دابا عاوتاني ما ورد، ضيفوا الكميه اللي غادي تجمعوا لكم جوج معالق حتى ثلاثه معلقات صغار صافي. غادي نخلط دابا كلشي هادشي، ما تجريوش بزاف، خليو شويه شاد راسو، غادي نحاول نخلط هاد المكونات هكا، هم
صافي دابا انا خلطتهم مزيان وغادي نديرهم دابا للبشره ديالي. الخليط ها هو شفتو صافي دابا وتنبدا نهز وندوز على البشره ديالي هذا الشكل هذا هذا راه يدير ليا جوج مرات راه يدير ليا دابا مع الصباح وغيدير ليا مع العشيه هذا مور الغداء عاوتاني كدوزوا على الوجه ديالكم كله حتى فوق عينيكم تسدوا عينيكم وتدوزوا على من الفوق اوكي انتم شفتوا ها هو باقي ليا هذا كنخليه في الثلاجه هذا ما كنضيعوش كنخليه في الثلاجه غيبقى ليا تما في الثلاجه ملي غادي ينشف ليا شويه عاوتاني ملي نبغي نستعمله غادي نزيد ليه عاوتاني واحد معلقه صغيره ديال ما زهر وغادي نحرك مزيان اولا الحليب اللي بغيتو نتوما كيكون الاختيار ديالكم وكتبداو عرفتوا يدي دابا والله ما نكذب عليكم وغتجربوا هذه الطريقه وغتقولوا لي نتوما كيزلق ليا في وجهي مع النشاو الحليب وسميتو والشوفان كلشي رطب هادشي كلشي وجهي دابا تيرطب غديروا واحد خمسة ديال الدقائق تبقاو تحكوا هكا هذاك الشوفان راه ما غادي يحردكم ما حتى حاجه راه رطب تمشي غير بوحديتو غادي تبقاو تحكوا هكا نتوما شوفوا معايا ونستمر هكا نحك من هنا ما نساوش تجبهتنا نحك مزيان حتى تنحكو ونخليه هنا في وجهي نخليه واحد 20 دقيقة صافي انايا تنوجد الفطور وتنديرو وتنخليه هكا صافي هانتو شفتو معايا غنخليه دابا ملي غادي نغسلو وغادي نتلاقى معاكم باش تشوفوا معايا النتيجه ان شاء الله يلا خليكم معايا فرجتكم ممتعه هنا وجهي من بعد ما نشف كيف ما كتشوفوا معايا هانتوما خليته ربع ساعه الصراحه هذا النهار خليته ربع ساعه قمت نخليه 20 حتى نص ساعه كاع ما فيه حتى حاجه اللي غتاثر عليكم ولا غتضركم واخا تنساوه ماشي مشكل لان بغيت نخرج ضروري خاصني نغسلو والمهم هانتوما غادي نمشي دابا نغسلو وغادي نرجع نتلاقى معكم ان شاء الله هانتوما من بعد ما غسلت البشره ديالي شوفوا معايا نتمنى تكون واضحه معكم عرفتي الرطوبه راه يدي كتزلق في وجهي نتمنى انكم تجربوها راه كترطب مزيان وكتبيض كتغير الا داومتوها على الوجوه ديالكم راه كتغير لكم البشره وكتحيد لكم البقع الداكنه كاع داكشي اللي الواحد حنا دابا الديفو ديالنا ما كنستمروش فاش وحده كدير الوصفه واحد النهار بعدا الا درتيها النهار الاول راه غيولي تحسن غتشوفي بعدا البشره ديالك يدك كديريها كتزلق في وجهك غيعجبك الحال غيعجبك وجهك ولا استمريتي غيعجبك اكثر وما نطولش عليكم نتمنى تنال الاعجاب ديالكم راه غتحيد لكم كاع البقع الداكنه ديال الوجوه ديالكم نتمنى تنال الاعجاب ديالكم هذه الوصفه وشجعتكم القناه باش يوصلكم دائما الجديد المهم انا راه عجبني بزاف ماشي غير شويه كنديرها وقلت علاش ما نبارطاجيهاش مع الاخوان والاخوات باش الفائده تعم الجميع نتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو وتلايكيوني وشكرا لكم على المتابعه والى فيديو قادم ان شاء الله مع السلامه ما تنساوش تعملوا فيديو